متابعي انفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنستضيفوا فيه الاستاذه اميره النقيري، عضو التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الثانوي والتاهيلي. المناسبه هو الجدل ولا الصراع ولا نقدروا نقولوا الحرب ما بين الاساتذه وما بين وزاره التربيه الوطنيه بخصوص النظام الاساسي لموظفي التعليم. هذا النظام الاساسي اللي كان يعتقد انه غيكون واحد يعني فرصه لاصلاح التعليم وفرصه لجوده التعليم وايضا لاستجابه للمطالب الكثيره لرجال ونساء التعليم، ولكنه كان يعني مثار جدل واسع على اعتبار ان مجموعه من الاساتذه يؤكدون ان هذا النظام الاساسي لم يستجب الى مطالبهم بل انه كان ضد الكرامه ديالهم. استاذه امينه مرحبا بك. شكرا. الوغ في هذا الدخول المدرسي كنصطدموا، هي ماشي كنصطدموا لان احنا كنا كنتسناو الوغ هذا النظام الاساسي او هذا الزلزال اللي طاح على المنظومه التعليميه. كنا كنتسناو هذه سنتين ديال الحوار الاجتماعي ما بين الوزاره وما بين الشركاء والفرقاء الاجتماعيين. الوغ كنتسناو تعديلات اللي تكون يعني تعديلات ديال النظام الاساسي ديال 2003 اللي كان فيه مجموعه من الخلل اللي كيقزم من المستوى ديال الاستاذ عامه، الاستاذ الثانوي التاهيلي بشكل خاص، وكانت فيه مجموعه من المطالب اللي كنا كنتسناو انها تغير في هذا النظام الجديد. اذا بينا فاش كينزل النظام الجديد كنلقاو بان كل ما كانت تطالب به لا الشغيلة التعليمية ولا الفرقاء الاجتماعيين كلها غير متواجدة في هذا النظام الأساسي، بل أكثر من ذلك هو نظام تراجعي رجعي. يعني أن هذا النظام ما زادش بالرجل رجل التعليم إلى الأمام وإنما رجع به إلى الواقع. وكل أشنا النقاط اللي رفضينا وتقول بأن ما جابش بهذا النظام الأساسي؟ خبيه ألو النقاط اللي رفضينا هي كثيرة بزاف، ولكن غادي نحاول نلخصها في الحوايج اللي هي أساسية. ألو أول حاجة كنرفضوها هي أن هذا النظام الأساسي كيحيد الاستاذ الكرامه ديالو. كيفاش؟ يعني ما بقاتش عند الاستاذ واحد الكرامه باش اولى هذيك القدسيه ديال رجل التعليم اللي كانت عنده قبل. اول حاجه هي ان قبل كنا كنتسموا مدرس او استاذ، دابا ولات سميتنا الموارد البشريه، وكاننا نشتغل في وحده ديال صناعيه ماشي في مؤسسه تعليميه. الوغ الحاجه الثانيه كنهضروا على ان كان هناك اتفاق ديال 26 ابريل 2011، هنا كنهضروا على الدرجه الجديده اللي كانت هناك وعود ان في هذا النظام الاساسي غادي يكون احداث الدرجه الجديده للموظفين اللي هما نورمالمون تجاوزوا يعني اللي وصلوا فاتوا الاوريشال او لو وصلوا الاوريشال يعني اللي غيبقاو يشتغلوا بدون تحفيزات. الوغ الحاجه الثانيه مثلنا مثل باقي القطاعات الاخرى اللي الوزراء ديالي شادين على راس هذوك القطاعات تضاربوا على الموظفين ديالهم باش انهم يديروا لهم زيادات في الاجور اللي هي زيادات محترمه جدا. حنا ايضا كنا كنطالبوا بهذه الزيادات المحترمه نسبه للزيادات المعيشيه اللي كاينه في المجتمع ككل. اذا بينا كنلقاو بان الكل يحظى بنصيب من الكعكه الا رجل التعليم بوحدو، الوغ بوحديتو اللي ما كيستافدش من هاد الزيادات في الاجور، وبالتالي كنعتبروه نوع من الحقره. الوغ في حين ان رجل التعليم راه هو الاساس ديال هاد المجتمع ككل لانه هو اللي كيخرج ديال الاطباء. الحقره هي اللي خرجتكم للشارع. الحقره هي اللي خرجتنا للشارع، واننا حنا بحالنا بحال باقي القطاعات الاخرى كيف ما كتعامل بها مع القطاعات الاخرى، بل اكثر من ذلك راه التعليم راه اكثر حساسه من القطاعات الاخرى. لان كنهضروا على التعليم راه هي النقطه الثانيه بعد الوحده الترابيه. اذا ما يمكنش انت هذا رجل التعليم اللي هو اللي كتقوم عليه هذا المجتمع ككل غتجي حتى لعنده وغادي تحبس وما غاديش تعطيه الحقوق ديالو كامله. الحاجه الثانيه كنهضروا ايضا على الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد اللي هما اصلا منذ سنين يعني منذ 2016 هما كيناضلوا باش انهم يتدمجوا في الوظيفه العموميه، وكانوا كيتسناو بان في هذا النظام الاساسي ان غادي تكون هناك تغيرات، ولكن مع كامل الاسف ما كاين حتى شي حاجه، كاين فقط لعب بالكلمات. الحاجه الثانيه اللي خرجتنا ايضا في النظام الاساسي كانت تقول الوزاره تقول بان المشكل تاع الاساتذه المتعاقدين ما غاديش يبقى غادي يتمجوا في الاطار، وراه هذا حتى هو مشكل لان ما يقوله السيد الوزير هو بعيد كل البعد عن النظام الاساسي. يعني اللي جا في النظام الاساسي ما عرفش السيد الوزير ما شافوش ولا ما فهموش،
وكيقول عكس ما يقول، كيقول في البرلمان وفي في المجلس الاستشاري بان راه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد راهم دمجوا وحكم ما دمجوش، لان الميزانيه الماليه ديال 2024 ما خرجوش فيها المناصب الوزاريه. نورمالمون كون المناصب الماليه ديال هاد الاساتذه اللي نورمالمون خاصها تكون 140 منصب مالي ما كاينش. اذا القانون المالي كيكذب ما جاء به الوزير. الحاجه الثانيه، الوزير كيخرج بمجموعه من التصريحات اللي كان حنا بالنسبه لنا غير مسؤوله، لانك فاش كتقول بان راه حنا عطينا تحفيزات لرجل التعليم في هذا النظام الاساسي وان رجل التعليم راه ما فهمش النظام الاساسي، وحنا كنعرفوا بان رجل التعليم راه هو اللي كيشرح، يعني راه هو اللي كيشرح لهاد الناشئه. كيفاش انت كتخاطب واحد بانه ما فهمش وهو راه اصلا هو اللي كيخرج لك الطبيب وكيخرج لك المهندس وكيخرج لك الى غير ذلك. زائد الحاجه الثانيه هو ان وزير التعليم كيقول لك بان قالوا ليه، في حين ان وزير التعليم راه من المفترض انك انت وصي على واحد القطاع. حنا كنعرفوا بان الوزير هو منصب سياسي ماشي منصب اداري باش ان يكون فاهم اداري وتقني باش يكون فاهم، ولكن من المفروض ان راه جايب ستاف ديالو، يعني راه عنده واحد الديوان ومدير الديوان والناس اللي مختصين اللي دايرين به اللي كيكونوا عندهم المام بالشان التعليمي، اللي خاص فاش غادي يعطيك مجموعه من الاقتراحات ومجموعه من التصورات خاصك تكون انت ملم بها، عاد ممكن انك تدوي بها. وخدم الوزاره بالنسبه لي في التدخل ديالو داكشي، يعني الامر كانه حسم. يعني انتم يعني شنو الخطوات اللي ناويين ديروا مستقبلا؟ لا هو الامر واش انتم باقيين يعني معولين انه يتم مراجعه هذا النظام الاساسي اللي يلا خرج ويلا الحكومه صادقت عليه؟ طبيعه الحال لان هذا النظام الاساسي اصلا طريقه المصادقه عليه وطريقه الاخراج ديالو كانت في واحد السرعه جنونيه. يعني اولا ما نزلش الغرفتين التشريعيتين باش انه يتصادق عليه وباش انه يتناقش نهائيا، تصادق عليه المجلس الحكومي بسرعه كبيره كينزل وكانه شي حاجه اللي هي خاص الاساتذه يخضعوا ليها. يعني بحال كنهضروا على سياسه الباترونه، حنا رحنا في واحد القطاع ديال شنو غنسميه، قطاع اللي هو مالي ربحي، الو خاص اللي قالته الوزاره اللي قال الباترون واللي خاصو يكون الى هذاك العامل ما استجابش، الو يعني فينا هي فينا حنا ك وطر اللي حنا غنمارسوا هذيك الشيء اللي تنزل علينا. الاستاذ زادته مجموعه من المهام اللي هو كان قبل البعض منها كان كيديرها عن طواعيه تطوع. يعني كنا كنديروها تطوعا، الحياه المدرسيه كنا كنديروها بطريقه تطوعيه. الان دابا لا ولات الزاميه. والصيغه فاش كتولي الزاميه بغيتي تلزمني بواحد النظام بواحد القانون، ايوا اعطيني هذيك المهمه مؤدا عنها. الوغ ما يمكنش انت غتجيب لي واحد مجموعه من القوانين وتحطها ليا وبدون اولا مجموعه من المهام الجديده، الاستاذ ولا ماشي مهمته غير كيقري فقط، في حين راه الاستاذ كيقري داخل القسم، ولكن راه فاش كيخرج من خارج القسم راه كيكمل الخدمه ديالو، راه كيصحح الدفاتر كيصحح الخدمه كتبعو حتى للدار. اذا انت فاش غتزيدني مهام وحده اخرى داخل المؤسسه اللي هو الاستاذ المواكب والاستاذ الرئيس والاستاذ المصاحب والاستاذ، اذا غيولي شفاف وغيولي شطب وغيولي، يعني هذا النظام جا باش يمسح نهائيا هذاك الاستاذ اللي ينظر اليه الجميع في قدسيته وفي قيمته التربويه، ولا غيكون باس بارتو. يعني اللي قلناها لك خصك ديرها، اذا لا سكتنا اليوم غادي نتخشاو تحت الصباط وغيوليو يعفطوا علينا كيف ما بغاو. وبالتالي رجعت للسؤال ديالك، راه ولو يتهبط النظام الاساسي، النظام الاساسي راه ماشي كتاب منزل، ردوا السور وتعدل 6 مرات، فما بالك نظام اساسي؟ نظام اساسي قابل لاعاده التعديل وقابل لاعاده التنزيل. حنا ما كنقولوش التعديل، حنا كنرفضوه جمله وتفصيله، لان حتى شي حاجه فيه ما كتفرح. النقابات دار جلسات حوار مع النقابات اللي هي جلسات ماراثونيه بزاف مده يعني سنتين، ويعني بخرج النظام الاساسي. يعني بالنسبه للحكومه تقول انا تشاورت مع النقابات الاكثر تمثيليه، ما يمكنش نتشاور مع جميع التنسيقيات وجميع النقابات وجميع، ولكن لاحظ دابا راه انقلب السحر على الساحر، راه دابا النقابات تتبرأ من هذا النظام الاساسي. سي فغي كو النقابات دارت مجموعه من الحوارات الاجتماعيه لمده سنتين مع الوزاره على اساس انها باش توصل، لان شنو الدور ديال النقابه؟ هي انها توصل الصوت ديال الشغيله. ولكن مع كامل الاسف هاد الحوارات كاع كامله
صوت الشيخ الا ما وصلش. والنتيجه هو هذا المرسوم اللي حتى الان النقابات كتنصل منه، وهذا هو السبب على ان معظم الشيخيلات التعليميه انسحبات من النقابات، ماشي ضربا في المؤسسه النقابيه وانما ضربا في العمل النقابي الذي تم داخل الوزاره. وان هذه النقابات اشنو كتقولنا، جابت مكسب واحد، جابت المكسب ديال انها جابت درجه جديده للابتدائي والاعدادي، ولكن هذه الدرجه الجديده والابتدائي شكون اللي غيستافد منها؟ غيستافد منها واحد اللي غادي يخرج عامين وثلاث سنين في التقاعد وما غاديش يستافد منها في التعويضات الماليه لانك تحسب ليه في التقاعد 8 سنين الاخيره. شكون اللي غيستافد منها؟ هذا اللي دخل جديد يخدم وباقي ليه 21 عام عاد باش يوصل لاوريشيل. الوغ شكون اللي غيستافد منها؟ فين هي هاد التحفيزات؟ الوزير كيقول لك في النظام كاين مجموعه من التحفيزات، شنو هي هاد التحفيزات اللي كاينه؟ هو شواهد تقديريه، كيقول لك بان الاساتذه اللي غادي يشتغلوا غادي يبينوا الكفاءه ديالهم غياخذوا شواهد تقديريه ما بين تنويه وتشجيع ولوحه شرف وكاننا تلاميذ. شواهد تقديريه بدون مقابل. اذا واش الاطباء خداو الشواهد التقديريه؟ واش المهندسين خداو الشواهد؟ واش القطاعات الاخرى خدات شواهد تقديريه؟ ايضا كنهضروا على حتى الساعات ديال العمل. ما نساوش ساعات العمل في النظام الاساسي 2003 كانت محدده اللي هي يعني نورمالمون الساعات التضامنيه في الثانوي التاهيلي هي 18 ساعه، وكانت يعني الساعات الرسميه هي 18 ساعه، وكانت هناك ساعات تضامنيه من 67 باش ان يكون تضامن مع الاحداث اللي كانت قبل. الوغ هاد الساعات التضامنيه ولات ساعات رسميه، ماشي مشكل. زيد حنا وطنيين، حنا نخدموا 21 ساعه في القطاع الثانوي التاهيلي والاساتذه كيخدموا 24 ساعه، ولكن ما تجيش دابا في هذا النظام الاساسي الجديد ودير لي بان ساعات العمل ديال الاساتذه كتكون رهنة إشارة المديرية الإقليمية التابع لها. يعني أن المدير الإقليمي ممكن أنه يقدر يعطيني نخدم 30 ساعة 40 ساعة، ما عنديش حق نقول لا، هادشي نزل في المرسوم. الحاجة الثانية حتى لعطاني قل، فين هي تجويد التعليم؟ كيفاش انا ممكن نخدم داخل يعني حتى عطيتيني ساعات اكثر مشيت الجوده ديال التعليم؟ وحنا كنهضروا على اننا خصنا نخرجوا تلامذ اللي هما قاريين وفاهمين وواعين. فاش هضرتي على التجويد تاع التعليم والاصلاح تاع التعليم، فين هو الاصلاح تاع التعليم من النقاش كاع اللي كاين حاليا؟ ما كاينش شيء. هذا النظام الجديد ليس هناك اصلاح ديال التعليم وانما هناك ضرب في المؤسسه العموميه، وهذا الشيء ماشي وليد اللحظه، هذا الشيء راه حنا كنهضروا عليه من 2011. والتجويد ديال التعليم واصلاح المنظومه ديال التعليم، مادام التعليم مازال كيتدبر بطرق سياسيه، يعني حزب كيمشي كيشد وحزب الاخر كيجي كيشد وكل واحد كيدير الرؤيه ديالو استراتيجيه وواحد كيبغي يضرب في اللي دار اللي فات، يعني كل واحد كيبغي يبين الخدمه ديالو وكيضرب الخدمه اللي مشات، وشكون اللي كيضيع؟ هي المدرسه العموميه. اذا حل هاد الحكومه او الحكومات اللي قبل الهدف ديالها هي انك تضرب المدرسه العموميه، ملي كتضرب التلميذ وكتضرب الاستاذ اذا اوتوماتيكمون ضاعت المدرسه العموميه. المدرسه العموميه ضاعت، بعض الاباء والامهات يقولوا ان الضحيه في هادشي كله اللي كاين الحرب ما بين الوزاره وما بين الاساتذه هما التلاميذ. الهدر الزماني، التلاميذ دابا مساكن يلاه داخلين يقراو تيلقاو راسهم في اضرابات، يقراو راسهم انهم ماشي داخل الفصل ولكن رجعوا للديور. مزيان، هذا سؤال زوين باش ننوروا حتى العامه والراي العام. الاباء، ومع العلم ان جمعيات الاباء في المؤسسات والفيدراليات راهم كينوهوا بالعمل ديال الاساتذه وكيطالبوا كيحملوا المسؤوليه للوزاره. الوغ حنا باش ما نكونوش راه ما خرجنا ناضلوا للشارع وما خرجنا من المؤسسات ديالنا التعليميه وخرجنا وليداتنا، حنا كنقولوا وليداتنا وخرجنا وليداتنا للشارع، الا واننا بغينا نوريو التلامذنا اللي هما غدا ممكن يكونوا اساتذه ديال الغد، هو انك راه الا حنيتي الراس راه غدا ولا بعد غدا ما غتلقاش فين تقري ولادك. لان حنا فاش كندافعوا على حقوق الاستاذ راه حنا اوتوماتيكمون كندافعوا على تجويد التعليم لذلك المتعلم. اذا الاباء ما يتقلقوش منا حنا كاساتذه، وانما خصهم يناضلوا الى جانبنا باش ان ولادهم يدخلوا يقراوا في احسن الظروف، ولادهم يقريهم استاذ اللي هو مرتاح نفسيا، مرتاح ماديا، مرتاح اجتماعيا. الفكره اللي كتسوق هو ان الاساتذه كيدافعوا باش الزياده في الاجر. الزياده في الاجر هو مطلب للجميع، اي موظف عمومي بغض النظر على اي اداره من حقه انه يدافع على الزياده في الاجر مقارنه بالزيادات اللي كيشهدها المجتمع ككل. من اللي خرجنا هو الحفاظ على الكرامه ديال الاستاذ كاستاذ داخل منظومه تعليميه،
وهذا الاستاذ الا تحافظت الكرامه ديالو راه اوتوماتيكمون غيتحتفظ الكرامه ديال المتعلم، لان ما يمكنش استاذ ما عندوش قيمه داخل المنظومه التعليميه وانه كيحني الراس، وخاصه ملي كتولي كتعامل معاه بحال واحد المستخدم ماشي موظف، وخاصه هاد كلمه الموارد البشريه راه لها ما عليها وتحمل من 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 الحمولات، زائد كيولي حتى التلميذ راه لاحظ الظواهر اللي ولات، ولا التلميذ كيتجرأ على الاستاذ، ولا التلميذ كيضرب الاستاذ، ولا التلميذ كيهاجم الاستاذ. علاش؟ لان قدسيه الاستاذ الحكومه ضعفاتها. اذا احنا الغرض منا هي حمايه كرامه الاستاذ بالدرجه الاولى، واعاده الاعتبار لهذا الاستاذ باش الاسر يفهموا بان احنا راه كنناضلوا ماشي فقط على ما هو مادي، وانما ايضا على ما هو معنوي. وغدا ولا بعد غدا نقريو تلام ولادكم في واحد الجودة ديال التعليم، ونخرجوا واحد المتعلم اللي قادر أنه يمشي لسوق الشغل، ماشي المؤسسة العمومية تخرج لنا الفشلة. شكرا سيدة لقاري. شكرا. باقي بزاف ما يتقال ولكن الوقت ما كيساعدناش. شكرا جزيلا، ونتمنى أن هذا الوضع يتغير والكل يكون مرتاح. يكون مرتاح. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ بوسطى. شكرا سيدة. شكرا متتبعي قناة أنفاس بريس، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.